فالدعوة إلى الحوار دعوة قرآنية، والحوار اليوم سلاح فاعل ينبغي على المسلمين أن يحرصوا على إعلاء رايته، لأن ديننا اليوم يعاني من شبه كثيرة لا مخلص ومجلي منها إلا الدعوة إلى الحوار باستخدام أسلوب الحوار القرآني، كما حاور إبراهيم عليه السلام قومه وأباه وأبناءه والملائكة والموافقين له والمخالفين له بإبراز الحجة والدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وديننا الإسلامي اليوم يمر بتحديات وأزمات ومتغيرات وتحولات وشهوات وشبهات تبث، فاقتداؤنا بأنبياء الله ورسله في الإمامة بالدين يجب كشف الشبهات التي تتطرق إليها هذه الشريعة.